المقدمة اللي أعطاها طبعا رئيس الجلسة اللي سمو الشيخ عبد الله بن زايد كانت رسالته واضحة إلى التعاون بين الدول الإسلامية، كانت رسالته واضحة إلى جمهورية إيران الإسلامية على أن تغيير السريع في النهج اللي طبعا تتخذه إيران اليوم ضد الدول والتدخلات. أنا أعتقد القضية الأهم واللي أبرزها وأشاد بها سمو الشيخ عبد الله كانت هي القضية الفلسطينية. أنا القضية الفلسطينية هي الأهم بالنسبة لنا، وأنا أعتقد اليوم راح تكون في تكملة لباقي القضايا في هذا الاجتماع إن شاء الله. هو اجتماع ناجح قبل بدايته، ونشكر طبعا الإمارات دائما على احتضام هذه الاجتماعات ونجاحاتها دائما.